انا باموري بس سمعينا زموري بيب بيب والله دمي خفيف جاب الله يرزقك يا ابو جانتي بعت لي اياك سالم غانم يا حبيبي قادر يا كريم اديله لابو جانتي على الموبايل لك ليش بصلتك محروقة؟ لسه تازة مستلم شغله بس الله يرزقه بيبعت لك لحاله الموبايل يا رب الله يرزقك يا أبو جانتي لحتى تجيب لي الموبايل يا رب هلا عم تدعي لأخوكي الله يرزقه بس مشان موبايل؟ لك لا أمي مو هيك قصدي لك أنت إمتى حتكبري وتعرفي تحكي؟ والله الملافة السعادة ليش أمي؟ حبيبتي بكرة أنت رح تكبري وتتجوزي وتشوفي عالم وناس لازم كلامك يكون موزون هي علينا يعني لسه بدي أكبر أكتر من هيك لحتى أتجوز؟ هلا هذا اللي فهمتي من الحكي سمسمي أمي من خلقتي أحسن ما أرجيكي شي ما بيعجبك تقبريني شو قلبك طيب الله يبعت لك عريس مرتب هيك معقول أجوزها أنا العواطي معقول معقول يعني أمي قررت تجوزيني سمعتي يا هاي نقطة رشك تقبريني الله يكسر ايديك يا توفيق على هالساعة بل لما اعطاني اياها وهي واقفة على الساعة 6 ايه وين هاي المخلوقة؟ ايه مو معقولة بدي اقضي عمري عم بنطرق انا لسه من سوق لسوق من سوق لسوق ويا ريت عم تشتري شيء عندي 100 شغلة ساوية انا سامر خير وينك يا زلمة؟ شو شايفني فاتح لك مكتب استعلامات؟ ليش في حدا سأل عني؟ اجت وحدة منقبة سألت عنك خوفتني يا زلمة افتكرت المعلم سعيد والله عاب زبوني وزبوني خليها تولي هي أكبر زبون استودعناكم مشي بيبي خيلو أنا وين راح هذا بعد؟ هذا وقتي رح يحوم يتمشى داخل يلا عليه من راعي تكسي أول براسي شو أسوي الحين ما حدا سمع عليك يا نصاب يا حرامي وقعت عامل لي حالك حرمي ولابس لي شيلي لك بقى لك ليك شوارب كمان يفضح حريش قلبك شرف 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 معي شرف على الشرطة شرف انت تفاهم غلط فاهم غلط على الشرطة شرف انت فاهم شرف على الشرطة لك اطلع على الشرطة اطلع تفاهم غلط تعال تعال هون وين بدك تروح وين بدك تروح اسمعني حلال بدي لم عليك المول كله هلا انا يا عالم يا هون يا عالم يا هو لك تعالوا شوفوا رجال لابس حرمه يا عالم يا هو اسمعني 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 خليني اقول لك السالفه الله يخليك وانت اقتنع فيها واذا ما اقتنعت ودي بروح لين مركز الشرطه لك سالفه شو هذا الحكي بتحكيه بالمخفى انت يا حرام يا نصاب وحده من تنتين لا الله يخليك خليني 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 اقول لك السالفه اسمعني الله يخليك بس عطني خمس دقائق بقول لك السالفه كلها من اولها لنهايتها الله يخليك الله يخليك خليني احكي والسالفة مقنعة؟ مقنعة صدقني، وإذا ما اقتنعت فيها لك الانتباه. ليش لك عم تروح تتلصلص على المحلات؟ الله يخليك، أنت بس اسمعني خمس دقايق وصدقني ما أقول لك السالفة كلها، لا وبعد وبتقتنع فيها. شرف لشوف. شرف طلع. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. وحدة فوحدة. فور سيزن ريستوران ايوه اهلا وسهلا اهلين اهلين على السلامه يعيشك ربي لباس ايه موجود ايه تكرم عيونك تنتين خضار تنتين مارغريتا تكرم عينك استاذ
باش لا والله يا استاذ بدك تعذرنا لانه الدليفري عندنا فيه مشكله هاليومين. ممتاز باش تطرش حدا. ممتاز ممتاز ماشي استاذ تكرم عينك تكرم عينك على السلامه. الله معك. هاي هاي وين از ابو جانتي؟ ابو جانتي نو هير نوت هير. اوكي جست تيل هيم ذات ماجنوم ماسك اباوت هيم اند اي ويل كام باك. اوكي حاضر. منو هذا؟ الله يصلحك ويهديك كمان انت يا سعيد على العمله. كل هالشي صاير معك وساكي؟ اي والله يا ابو جانتي اطلع من خساره ادخل في خساره ثانيه، احل مشكله من هالصوب تطلع لي مشكله من الصوب الثاني، ويا اخوك هذا اللي اسمه سامر ترى بينني ما خلى فيني عقل. كمان انت الثاني الله يصلحك. يعني تارك شغلك سايب، اي والله المال الداشر بيعلم الحرامي على السرقه، يعود فوق رزقه. يا اخي قعدت، منو قال لك ما قعدت؟ اروح اقعد في المحل الاول اجابل شغلي تستوي مشكله في المحل الثاني. اروح اجاب المحل الثاني ترد المشكله في المحل الاول، اروح المحل الاول تروح المشكله في المحل الثاني. يا اخوك حشا هذا سامر اخطبوط. يا اخي اذا معذبك كل هالقد فنشو وخلص منه. الشباب عاتلي حاله على شغل. المشكله الله يسلمك انا قبل كنت مشغل اخوه، اخوه ريال امين طيب الواحد يقدر يامن عليه، قلت بشغل اخوه يمكن يطلع مثله طيب، لكنه طلع شيطان. بس اخ يا القهر اخ. المشكله اني مو ماسك عليه حتى دليل واحد، بس لو ازخه بيديني هذيله ويبه وشاي لهم شايل. لا ما وصلت لهالمراحل طول بالك يا سيدي. هذا مشكلتك حل عندي. كيف يعني؟ انا رح امسكك رقبته لسامي. وكيف تمسكني رقبتك كيف يعني؟ اذا ما بجيبه لعندك عم يدبدب على الركاب ويعتذر عيب كون ابو جانتي. صدقني ابو جانتي اذا بتسوي لي الخدمه هذه بتكون انك خدمتي خدمه العمر. لك لعيونك كم سعيد عنا نحن. اي بس اشلح لي هالعبايه مو معقول منظرك انت ما شفت حالك بالمول شي 30 شب لاحقينك بس بدك تدريب شوي على المشي لانه بتلق وانت عم تمشي. الله يسامحك يا ابو جانتي. نمشي هذا وقت انا بروح متوهق. يلا يلا يا رب. ويا عظامي مغبارة ويا عظامي ناعمه حبيبة يلي غبرها هي حدو نايمه. لك ما عم ترجف؟ ما عم برجف عم غني. حرارتك مرتفعة. مرتفعة؟ ايه احسن ما تكون نازلة مو احسن. لك شكلك مريض. لا هي تدفئة تدفئة مركزية يعني كونديشن هي أنا بيجيبوا لي إياها برا من بيروت تحريب. إذا بدك أنت بأمن لك. إذا بدك عماد معك القف حدا من أهلك هلا شي حدا من الشباب بيطلع بدق لهم بيطمنون عنك. ما بيردوا عليك أنا بعرفهم هدول أهلي بيكونوا عم يلعبوا ترميم. عرفت شلون لما بيلعبوا ترميم بيكونوا عم ياكلوا طعمة أو يشربوا شاي ما بيردوا على حدا. خمي الله يرحمها كانت تحب لقطامي لهالشي. كانت اللي يا عماد لقطامي لهالشي مع الشاي اطيب شيء والله احسن شيء الواحد يتاجر بلقطامي لهالشي. طامي هالشي ومغبره يعني اذا اشترى كيلو الواحد 50 ورقه وبعد 55 بيجي 5 ليرات 5 ليرات مهشي 5 ليرات مغبره صاروا 10 ليرات. اذا باع كيلو وين بيربح 10 ليرات. اذا باع 4 كيلو ويوات بيربح 20 ليره. إذا أكل إذا باع 40 كيلو والله صار بدي آلة حاسبة. حاسبة هي والله تعبانة ميكان مدري لا ماني مريض. يا الله يا أمي لو تشوفي صور الإمارات شو حلوة. نيالك يا أبو جانتي أكيد مكيف. ليش ما أخذنا معه؟ لك وين بده ياخذنا؟ لك توبريني قد ما راح الواحد وسافر ودار بلاد ما في يعبان ما بيلاقي احلى من بلده. موسيقى
ليش عم تمشي؟ انت هلا لابس حرمه، المفروض انك تتغندر شوي بالمشي لك عم تدبك دبك هيك على الارض. لك شمس عليك ما ضل شب اللي عم يتفرج عليه، يعني بيناتو بيناتو بينا يعني تشي. ايه اوكي تشي اوكي. مرحبا. مرحبا الساعة. يعطيكم العافية. الله يعافيك. احنا في عندنا سؤال كثير هين وبنعطيكم جائزة قيمة. ايه يا مرحبا تفضلي. اهلا وسهلا، تعرف على حضرتك؟ انا ابو جابر. ابو جابر ابو عامر. ابو عامر ابو عامر ابو عامر. اهلا وسهلا ابو عامر، تعرف على حضرتك؟ انا لا ما اقول في قدام الكاميرا عيب. ايه لا ما يصير. اهلا وسهلا، من وين حضرتكم؟ حنا؟ من؟ نحن من البلاد اختي، من البلاد. اي اي من الديرة من الديرة. اهلا وسهلا. طيب استاذي شو حلمك تكون بالحياة؟ اني احب اصير مواطن. انت عايش هو الحين؟ اه الحمد لله هنا. طيب ما اختلفنا. طيب حضرتكم شاطرين بالجغرافيا؟ هي انا هذه المادة كنت هيك. عامر عامر صار في شاطر في الصف شو تصدي جايزة جايزة لو سمحتوا. يعني انا جوزي ما بده يشنقلني؟ لا خليه يشنقلك مو عيب. ايه ها الله يخلينا ياكي هاتي بوسي. شفت شفت بعينك ومودر الشغل ويانا السوالف مع اللي رايحه واللي جايه. طول بالك هلا نحن اللي بيهمنا مو النسوان بقدر ما بيهمنا الشغلات المخباية اللي ما بنعرفها. شو طول بالك ما طول بالك انا بس لو ازخها بيديني هذيلا وبظلم صمصمتي يا رجل. طول بالك طول بالك فضحتنا قدام العالم. يلا سعيد يا خير شو صار لك؟ بسم الله عليك شو عم بيصير معك؟ سعيد شوفي نفسك سماحي. بحمام حمام حمام حمام. هلا وقت الحمام يا زلمه بدرو تسبب. انا خليني اخلص لك هالشغله وروح. مارو بتخيلك مارو بتصرف صرف. وين بدنا نلاقي لك حمام هلا؟ ما ادري ما ادري شنو شفنا كيف اخي بدي أخوكي بقى على هالشركة. إجوا هالعمال وضربوا له تحية وسلام وتعلموا منه شلون طريقته بالشغل. عن جد؟ إيه لكان عن مزح. قصيته وصل لليابان يقبر قلبي. ها وعطوه سيارة جديدة خلنج عم تبرق برقة. كمان لانسر؟ ما بعرف شو نوعه، يمكن مو لانسر غير شي. ولي علي عليك يا أبو جانتي على هالمشكلة. لك أني مشكلة؟ لك مشكلة السيارة؟ لك عم نقول لك عطوه سيارة جديدة خلنج عم تبرق برق، بقى وين المشكلة؟ لك أمي مو عم تقولي لي إنه أبو جانتي عطوه سيارة تانية؟ شلون بده يعرف يسوقها؟ أبو جانتي ملك اللانسر، شلون بده يسوق سيارة تانية؟ بسم الله عليك أمي شو بكي شو صار لي؟ سمسمي أنت بتكرهيني شي؟ أنا؟ الله يسامحك ليش هيك عم تحكي؟ لك ليش بحس على طول بدك تجلطيني؟ بعيد الشر عن قلبك. لك لا تحكي هيك لا تفاولي على حالك.
لك انت هل يخيل لك اني انا ولدته لابو جانتي؟ بالله انسار، وشفته طويل عريض واسمه ابو جانتي الشامل الابضاي ورا الدركسيون. ما معقوله. يا عليكي شو ظريفة يا أمي، منين طلعت معك هي كثير حلوة. تخيلي كل واحد يولد ومعه سيارة، كثير منتسلى كل عالم تصير مع سيارة. أمي أمي اعملي لي كاسة كمون. خير أمي شو بكي، في نفخة؟ إي انتفخ قلبي لأنه منك. حاضر. على إيش حاضر؟ أخوي بس سعدني شوي. تفضل. سعدني شوي. شو بدي ساعدك يعني بأي استتياب عنك؟ أخي هل موجود عنا؟ عجبك عجبك، ما عجبك روح على محلات تانية. عيب عليك، العيب على مشغلك. روح عنا يا. مرحبا الساعة. مرحبا عليك. بلهان. هلا هلا هلا. الأخبار؟ شيء علم؟ شيء خبر؟ شيء من العاليم؟ ما شيء. شو أخبارك؟ والله الحمد لله. هشمك هشمك. بيك إيش الطلب الحمتي؟ والله ما طلعت. استغفر الله. والله ما طلعت يا أخي. شو أخبار الله ينزل؟ يدخل يدخل. يدخل يدخل. عند حرام يدخل يدخل. عايز تحل وجهه. شب شب الهرم الخايس. استغفر الله وياه. قسماً بالله بضربك كف بقفا ايدي برلك سنانك. ها بدك تفضحنا انت؟ خلني نذبح بيديني هذيلة. لك بعدين في حرمة بتضرب بوكس، لك مجنيت انت؟ هدي شوي ان شاء الله. هي يا الخايس، ها هذا الفستان في منه مقاسات تانية؟ القياسات كلها عندك، خود اللي بدك اياه. شفت هذا ما يستحل ويها، انا براوي شغله. قلت لك خلني اذبح. قل لي انا حرمتي خسر هواطي، في منه هذا خسر واطي؟ الله اكبر على هنهار يا حبيبي يا عيوني، مو شايفني مشغول مع الاخت فضيلك انا؟ والله اختك هتريني. خلنا نشوف ورني. اي والله شبهك ترى. هي اسمعي، لا طالع شيء لا طالع شيء لا طالع شيء. ترى حرمتي خسر هواطي، ورني خلنا نشوف زي خسرك ولا. هي يا حليلك محلاكي يا اخته انت والله. ترى حلوه اختك ها. عم تخفف دم يعني حضرتك؟ ها لا دمي خفيف من الاساس. تعرفين ترقصين لم بعدها؟ لا. اسمع لا طالع شيء لا طالع شيء. تساعدينا بس، مين يساعدنا؟ نبي فستان، مرتي حرمتي خسر هواطي، مين يساعدنا؟ يلا نشب تعال انت ساعدني. استغفر الله العظيم. يلا نشب هات فستان. يلا تفضلي اختي مريني. مثل ما قال لك ريلي، خسري واطي وبا فستان على قدي. تفضلي اختي هاي اللي عنا، عجبك منيح، ما عجبك روح شوفي محلات تاني. يلا دخلي داخل قايسي. ترى لو عارف خسرك واطي قبل لا اخذتش ما كان خذيت، كان خذيت اخته. ايش كان اسمك؟ سامر. هلا والله. لا طالع شيء لا طالع شيء لا طالع لا طالع لا طالع شيء. يلا دخلي داخل. يلا سعيد، اذا ما سيطرت على اعصابك بدك تجيب لنا مصيبه انت. ها ابو جانتي انا بصراحه ما فيني صبر، خلني اروح اكسر راسه. طول بالك، فوت قيس الفستان على بين ما ارجع لعندك، انا بتصرف. بعدين بركي ما عجبك الفستان طلع ضيق او عريض او بدك لون تاني. عواطف واتصال بسجل شوي، شو بدهم يحكوا علينا العالم؟ يعني شو في يا امي؟ بعدين انت بتعرفيني ما بحب اشتغل شغل البيت اذا ما في اغاني، بعدين خلينا ننبسط شوي. يعني ما بتستحمي الا اذا صوتي مسجل عالي، شو بدهم يقولوا علينا الناس؟ شو ها؟ ايش بدهم يقولوا علينا يعني؟ شو عم نعمل؟ بعدين احنا كل عمرنا منغني وبننبسط وما حدا قاله عنا شيء. لك تقبريني، انبسطي ورقصي مثل السعدين نطوطي، بس لازم نحسب حساب للجيران، قال اذا جارك بخير انت بخير، بركي حدا نايم، بركي حدا ما بيحب يسمع صوت عالي، بركي حدا حزنان على حدا، بركي حدا صاير معه شيء مصيبه لازم نسمعهم صوت العالي، ما بيصير، احنا هيك تربينا وهيك تعودنا. اي والله يا امي معك حق. لك يخرب بيتهم العالم، ما عاد حدا استحى، لك بطلت الناس تفكر ببعضها. شو هاد يا لطيف، كل واحد عم يفكر بحاله بس. الله يرضى عليك يا سمسمه، شو بتفهمي؟ الله يبعت لك نصيبك ويكون مرتب ومنيح، ويفرحني باخوك، يبعت لي يا سالم غانم يا حق. لك الله يخلي لنا اياك يا امي، طول عمرك بتحكي الكلمه صح وبس. تقبريني يا سمسمه، شو بتفهمي انت؟ ملك الغرام. والله مالك قليل يا ابو عامر، ومتخبى بتيابك طلعت. هي والله ترى انا متخبي بتيابي، لو تدري ليش بلابس بشي
اي كان يوقف شعر راسه. اقول لك سامر أي. ترى يعني اذا ما استهبلنا كذا شويه من هنا وشويه من هنا وهبجنا شويه من هنا كيف بدنا نسترزق؟ بوجانتي يا ابو عامر، ابو عامر تعال بغيتك شوي. اي اي بييج بييج اصبري. هاي مسكينه حرمتي، ترى والله مسكينه خسرها واطي لا يضبط عليها فستان ولا شيء. يعني ترى والله لو انا شايف اختك من قبل ما اتجوز غيرها. تعرفين تريكسي صلصه ابو عامر؟ اي اي خلنا بالموضوع. ها خلنا بالموضوع. اسمع انت ليش خايف مني؟ قال يقولون يعني سبحان من نفع واستنفع. اخي انا قلت لك شروطي، بدك تعمل لي فاتورتين، فاتوره مضروبه لصاحب الشغل والفاتوره اصليه الي. ابو عامر تعال براويك الفستان، شكله وايد حلو علي. هي بييج صدعتيني. يا حليل هذه محرمتي المسكينه، خسرها عند ركوبها لا يضبط عليها فستان ولا شيء. مسكينه ترى والله لو عارف انه اختك هنا ومزيونه هيك بعد ترى ما تجوز غيرها. تعرفين ترى سين تشتشا. ابو عامر شو قلنا؟ اتكلنا على الله. اي ترى بس يعني انا منين اجيب لك هذه الفواتير المضروبه؟ انا ولا يهمك، انت جيب البضاعه والفواتير عندي. عفا عليك، انت تجيب انا اجيب البضاعه. ايوه وانت تجيب الفواتير. نعم بس فينا يعني شي نشوف الفواتير شلون شكلها، نماذج منها يعني بعد. طبعا فعلك طيب سمح. يلا اتركوني اتركوني. عباد عباد قوم. لا انا ما دخلني، انا كنت عم بدهن الحيط، ما دخلني ما سويت شيء. بس قلها على استاذ التربيه القوميه والعسكريه التربيه، بس الحيط مهرير مني على طول. بيقولوا لي انت رجعي، انا الحيط مهرير.